أهلا بكم. هل بات العراق منذ احتلاله عام 2003 بلدا طاردا للعلم والعلماء والكفاءات والنخب سواء بالقتل أو الفرار؟ لماذا بات العراق بعد احتلاله بلدا يحوي طبقة سياسية تمسك بزمام السلطة وتبرر لوجودها في المناصب الإدارية امتلاكها لشهادات ثبت أنها مزورة بفضائح سابقة موجودة بالأدلة؟ لماذا تجبر الكفاءات العراقية على الهجرة خارج البلاد أو بالقتل على أيدي فرق الاغتيالات مجهولة الفاعل؟ هل هناك قوة دولية وإقليمية لا تريد للعراق أن ينهض علميا واقتصاديا ويحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويراد له أن يظل ساحة تصفيات دولية وصراعات بغية إضعافه؟ فقد كشفت مفوضية اللاجئين في العراق عن هجرة نحو 75 ألف مواطن عراقي خلال العشرة أشهر الماضية تحديدا. تذكر مصادر صحفية أن غالبيتهم هم من شريحة الشباب والكفاءات، كما قالت إن أعدادا كبيرة من الطلاب العراقيين الدارسين في الخارج يقدمون على طلب اللجوء في البلدان المضيفة بحسب الأمم المتحدة، بينما يعيش نحو 5 ملايين عراقي بحسب إحصائية لجنة العمل والمهاجرين النيابية يعيشون خارج العراق، وغالبيتهم لا يريدون العودة لهذا البلد بسبب تيقنهم بأنه لا مستقبل في بلدهم بسبب سلطة الفاسدين الساسة وسيطرتهم على مقدرات العراق. إذن نضع مشاهدينا الكرام تحت الضوء أسباب وتداعيات هجرة الكفاءات العراقية سواء بالفرار أو القتل، وما هي غاياتها وأبعادها وانعكاساتها على الواقع العراقي المتدهور اقتصاديا وعلميا واجتماعيا. سيكون معي ضيوفي في هذه الحلقة السيد مجاهد الطائي الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو. مرحبا بك أستاذ مجاهد. حياكم الله. وأيضا السيد محمود المسافر الأكاديمي والباحث السياسي ضيفي عبر سكايب. أستاذ محمود المسافر مرحبا بك. مرحبتين، أهلا وسهلا، بارك الله فيك. أهلا بكم ضيفي الكريمين. مشاهدينا الكرام نشاهد بداية هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. مسلسل اغتيال الكفاءات العراقية بدأ وبشكل موسع منذ الاحتلال الأمريكي الإيراني للعراق في 2003 وبشتى الوسائل والطرق التي جعلت البلد بيئة طاردة للعلم والعلماء وأسس لإحلال طبقة جاهلة تمسك بزمام الأمور في ظل حكومات ترعى الجهل. الاحتلال الأمريكي الإيراني ومن عاونهم من الميليشيات شنوا حربا لا هوادة فيها ضد الكفاءات العراقية بمختلف تخصصاتها، فقتلوا الكثير منهم واعتقلوا من رفض أجنداتهم، واضطر عدد كبير للهجرة إلى دول أخرى، وبذلك أحلت الحكومات المتعاقبة طبقة جديدة من الجهلة بدلا عن تلك الكفاءات. بينا قلت لكم أطفال وكبار السن ولا مي ولا شرب، وهذا اليوم الثالث. يعيشون نحو 5 ملايين لاجئ عراقي بحسب إحصائية لجنة العمل والمهجرين النيابية ظروفا قاسية مع استثناءات قليلة في بعض البلدان، إلا أن غالبيتهم لا يرغبون في العودة إلى العراق لتيقنهم بأنه لا مستقبل في بلدهم بسبب سيطرة الساسة الفاسدين على مقدرات البلد. مفوضية شؤون اللاجئين في العراق كشفت عن هجرة نحو 75 ألف مواطن عراقي من البلاد خلال الأشهر العشرة الماضية، فيما قالت مفوضية حقوق الإنسان إن أعدادا كبيرة من الطلاب العراقيين الدارسين في الخارج يقدمون على طلب اللجوء في البلدان المضيفة لهم بحسب الأمم المتحدة. من جهتها أقرت وزارة الهجرة والمهجرين عدم امتلاكها قاعدة بيانات حقيقية بأعداد اللاجئين العراقيين في الخارج، في وقت تتحدث فيه منظمات معنية عن وجود 5 ملايين عراقي اضطروا إلى الهجرة من بلدهم بسبب الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المتردية، مع تضاؤل الأمل بمستقبل أفضل لا سيما للكفاءات وشريحة الشباب التي تعد الأكثر تفكيرا باللجوء والهجرة إلى بلدان أخرى. إذن أبدأ معك أستاذ مجاهد الطائي. مسلسل الاغتيالات
صرنا نسمع به منذ احتلال العراق عام 2003 وإلى الآن. هذا المسلسل حلقاته لم تنتهي، سواء بالتهجير القسري أو بالتهديد أو بالقتل على أيدي فرق الاغتيالات مجهولة الفاعل. لو تحدثنا عن جذور هذا المسلسل، متى بدأ؟ يعني نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيفكم الكريم ولمشاهديكم. طبعا يعني بعد الاحتلال مباشرة كان هناك استهداف ممنهج لفئات محددة يعني تعتبرها بعض الأطراف السياسية خاصة تلك الموالية لإيران أو تلك التي تشكل خطرا على إسرائيل في ما مضى كالعلماء النوويين. استهدف الضباط، استهدف أساتذة الجامعات، استهدف العلماء النوويين. كل طرف من الأطراف كان لديه هدف محدد بهذا الاتجاه. هذه الطبقة السياسية الحالية في سياق التنافس السياسي، كان هناك في بداية ما بعد 2003 كان هناك استهداف لفئة معينة، لكن لاحقا بدأت في السياق الطائفي تستهدف هذه النخب طائفيا، ثم تلا تلك المرحلة استهداف فيما بينها، يعني استهداف سياسي للأطراف نفسها داخل العملية السياسية من أجل زيادة السيطرة والقوة والنفوذ. وبالتالي أصبحت البيئة العراقية بشكل عام بيئة طاردة لهذه الكفاءات، يعني حتى أحد أسماها بسياسة التطفيش، يعني خلق بيئة غير مناسبة لهذه الكفاءات، لأن هذه الكفاءات بالعادة تعيش في بيئة يعني مسالمة أمينة، لا تنشغل بالخدمات، الطاقة الكهربائية، الغاز، النفط، لا تنشغل بهذه الأمور التي تعتبر من التوافه بالنسبة لما تقدمه للمجتمع من دراسات وأبحاث وتطور. لذلك إشغالها بهذه الأمور تعتبر بسيطة وألف باء الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، كحقوق مواطن بالتأكيد، يعني هذه يعني تعتبر ألف باء أي حكومة تقدم الخدمات لمجتمعها، لكن إغراق المجتمع بحالة من الخوف والقلق والجهل يدفع بكثير من هذه الطاقات للتفكير بالهجرة خارج البلاد. وهذه البيئة بالحقيقة هي بيئة الميليشيات، بيئة الفساد التي ينتعش بها هذه الصفقات المشبوهة، ينتعش بها هذا القتل، ينتعش بها التزوير، ينتعش بها السرقة. لكن هذه البيئة لا تتناسب مع هذه الكفاءات العلمية التي تجد نفسها، هذه البيئة لا تناسبها، وبالتالي تهاجر إلى دول الجوار أو إلى أوروبا، أو حتى الطلبة الذين يجدون أنفسهم بملاحظتهم للجيل الذي أكبر يكبرهم سنا يجدون أن مستقبلهم مجهول، لذلك يفكر دائما بالهجرة والبحث عن مكان يجد فيه مستقبله وطموحه. نعم. إذن هي سياسة التجهيل. اسمح لي أن أنتقل بالسؤال وأرحب مرة أخرى بالسيد محمود المسافر، الأكاديمي والباحث السياسي. أستاذ دكتور محمود، في هذا الإطار، هل هي سياسة لتجهيل المجتمع العراقي عندما يستهدف الكفوء، يستهدف العلماء، تستهدف النخب في العراق منذ عام 2003 وإلى الآن نحو 19 سنة ونحن داخلون على 20 سنة؟ العراق الآن مجتمع خالي تقريبا من الكفاءات العلمية، طارد الكفاءات العلمية، سواء بالفرار أو بالتهديد أو بحرمان من حقوق الإنسان أو وضع المكان المناسب في أو الشخص المناسب في المكان المناسب. كيف تنظر إلى الواقع العراقي المهدد اقتصاديا، المهدد اجتماعيا؟ هل هي سياسة التجهيل بمحاربة الكفاءات منذ عام 2003 إلى الآن؟ بارك الله فيك، أشكرك أخي على هذه الاستضافة، تحياتي لك وللمشاهدين وضيفك الكريم في الاستوديو. الحقيقة يعني المجرم الأول واضح فيما نحن نتحدث فيه اليوم. عام 1990 في محادثات بين المرحوم طارق عزيز وزير خارجية آنذاك وبين جيمس بيكر وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، هدد جيمس بيكر وكتب ذلك في مذكراته بعد ذلك، أننا إذا لم توافقوا على 1، 2، 3 سنعيد العراق إلى عهد ما قبل الصناعة. عملية إعادة العراق إلى عهد ما قبل الصناعة تتطلب أمرين. الأمر الأول حقيقة هو التخلص من البنية التحتية الموجودة أصلاً، لأن نحن لا نتحدث اليوم
عن أن هؤلاء لم يبنوا لم يفعلوا، لا، هو الاستهداف كان البنية التحتية الموجودة أصلا. لذلك شفت كثير من المدارس تم تحويلها إلى قاعات وإلى مراكز أحزاب وإلى غيره، العراقيون يعرفون ذلك تماما. والقضية الأخرى هي البنية البشرية لما أنتج العراق منذ عام 1921 ولغاية يوم الاحتلال. هذه الأجيال العلمية الحقيقة والكفاءات العلمية التي أنتجها العراق ينبغي أن يتم التخلص منها والتخلص من أثرها، وهنا الأثر واضح وهو من تخرجوا على أيديهم وأبنائهم. لذلك كان ينبغي على هؤلاء أن يبدأوا بالتهجير. طبعا هذا العمل وبمنتهى الصراحة أدت جهات مدربة بشكل واضح واستخبارية وتعرف الواقع العراقي، ولذلك هي لا تتخطى أبدا ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو الدول القوات الخاصة التي جاءت مع الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها والشركات الأمنية، والموساد الإسرائيلي بلا شك يتحمل وزر كبير مما حدث للعلماء والأطباء والأساتذة، وثالثا الذي أصبح اللاعب الرئيسي لاحقا بعد أن سيطر على الحكم بعد 2011 اللي هو طبعا الحرس الثوري الإيراني والطلاعات وما نتج عنه من يعني من ميليشيات وغير ذلك. لذلك اليوم ما يحدث اليوم هو الحقيقة هو بداية هو استمرار لبداية ممنهجة وضعها المحتل الأمريكي وأخذ بعنانها المحتل الإيراني بعد عام 2011. عمليات القتل النوعية التي حدثت في العراق في البداية، رؤساء جامعات وأذكر منهم المرحوم الدكتور محمد الراوي، عمداء كليات وأساتذة كبار منهم الدكتور وجيه محجوب الفيصل، منهم الدكتور عبد اللطيف المياحي، عدد كبير جدا، بعضهم أنا عملت شخصيا معهم وأعرفهم وأصدقاء شخصيين وأعرف مدى علميتهم. هؤلاء تم اختيارهم بدقة حتى يرسلون رسائل للموجودين، إذا تريد تكون عالم حقيقي راح يكون هذا مصيرك، يا أما إذا تريد تبقى عالم تهاجر للخارج وتنفع الآخرين. ولذلك فتحت بعض الحلقات البسيطة لدخول هؤلاء في أوروبا ونيوزيلندا وأستراليا وغيرها، أو أن تبقى في البلد وتمشي على هوى المخطط وهو أن تكون هامشيا ولا تكون نهائيا عالما حقيقيا وتسعى. لذلك العمليات القتل التي حدثت فيما بعد ذلك لم تستهدف علماء كبار اللي هي عمليات قتل مستمرة طبعا، ولكن استهدفت كل من يحاول أن يقف ضد المنهج هذا، ضد منهج التخريب والتجهيل المستمر. أي واحد يريد يوقف ضد هذا الحقيقة يقتل. ومن ذلك الحقيقة الفضيحة اللي قبل يومين ثلاثة إذا تسمح لي، وظهر ضابط شرطة كبير في إحدى الفضائيات يتحدث عن فضيحة أنه يرسلون طالبة من طالبات الأقسام الداخلية في بغداد على الطالبات الأخرى تشربهم المخدرات والكذا حتى يتوقفون عن عملية الدراسة. يريدون أن يخرجوا أناس هؤلاء الحقيقة لا يعرفون شيئا عن العلم، وإذا طبقوا شيء فيطبقون شيئا آخر غير العلم فينتج مجتمعا جاهلا بالكامل. تم تصفية 1500 عالم عراقي من بينهم 75 عالم من منظمة الطاقة الذرية. اسمح لي أستاذ محمود أن أنتقل بسؤال الأستاذ مجاهد. أستاذ مجاهد، عندما يكون العراق رمزا للعلوم يعني بإنتاج العلماء النوويين، ضرب مفاعل تموز سنة 81 ستبعه بعد ذلك حصار اقتصادي علمي من ضمن الحصار الاقتصادي بعد سنة 90، تبعه بعد ذلك بعد العام 2003 قتل العلماء وتهجير العلماء على هذا النحو، وصلنا الآن إلى مجتمع غارق بالمخدرات وغارق بالشهادات المزورة التي يملكها غالبية السياسيين. الطبقة السياسية هنا عندما أوصلت المجتمع العراقي علميا واقتصاديا إلى هذا المنحدر، من المستفيد من وجهة نظرك؟ هل هناك قوة دولية مستفيدة، قوة إقليمية مستفيدة من جعل العراق ضعيف اقتصاديا وضعيف وحتى مفكك اجتماعيا؟
يعني من المؤكد ان هذه القوى الاقليميه والدوليه لا تريد للعراق اي يعني ان يكون يعني من علامات قوه الدوله هي وجود النخب والكفاءات. يعني العلماء النوويين في السابق كان يصنفون، يعني حتى صحيفه المونيتور كتب فيها احد الصحفيين الامريكيين وقال بان يجب ان لا نحارب فقط او نتتبع الأسلحة النووية أو أسلحة الدمار الشامل التي كانوا يوصفونها في تلك الفترة، إنما الذين يقومون بتصنيعها وهم أخطر من تلك الأسلحة. يعني يضع العالم النووي العراقي بأنه أخطر من السلاح النووي أو السلاح التدمير الشامل. لذلك هناك أهداف كثيرة لهذه الطبقة السياسية، القوى الإقليمية والدولية تستهدف هذه النخب من أجل جعل المجتمع كالغنم بلا راعي. هذه النخب هي التي تقود المجتمع اجتماعيا، طبيا، علميا، تضع الدولة في مصافي الدول المتقدمة يعني التصنيفات المتقدمة في المنظمات الدولية التي تصنف الدول. نجد اليوم العراق في ذيل تلك التصنيفات، يعني إذا أخذنا الفقر، يعني برامج الحوكمة، مدركات الفساد، نأتي إلى التلوث، إلى الزراعة، إلى الصناعة، العراق في ذيل القائمة. لماذا؟ لأن هذه النخب هم لا يستهدفون فقط القطاع، يعني القطاع من الذي يقوده؟ قطاع الزراعة، قطاع الصناعة، قطاع التنمية، قطاع التعليم. لذلك هذه القطاعات تقود هذه الكفاءات. حتى لو لم يعني يجدون هذا القطاع أو هذا القطاع غير موجود، من الذي سيخلقه؟ من الذي سينميه؟ هذه الكفاءات. لذلك هذه الكفاءات هي جزء من الاستهداف. هم يعني سيبدأ من خلال تعطيل هذه الملفات ستبدأ هذه الكفاءات بالحديث عن هذا القطاع، وبالتالي من الأفضل أن يتم استهدافها وتهجيرها إلى دول الإقليم. لذلك تجد أن دول الإقليم العراقي أصبحت يعني منتعشة بالسياحة العلاجية على سبيل المثال. لماذا الأطباء العراقيين لا يقومون بتقديم تلك الخدمات للمجتمع؟ لماذا لا تقوم الطبقة السياسية الذين يمسكون بزمام السلطة والأموال ببناء المستشفيات لتقديم خدمة للعراقيين؟ العراقيين يذهبون إلى الأردن، يذهبون إلى إيران، يذهبون إلى تركيا من أجل العلاج، لكن لماذا لا توفر هذه الدولة وهذه الحكومة هذه الخدمات؟ لأنهم يستهدفون تلك الطاقات، والذي يذهب من الخبير إلى الطالب الذي يجد فرصة في أي دولة من الدول لن يعود إلى البلد، لأن المستقبل فيه مجهول. هناك خوف من المجهول، خوف من المستقبل، غياب الخدمات، غياب التنمية. يجد هذا المواطن أو هذا الكفوء أو هذا الطالب، يعني هذه أصبحت ثقافة الآن، ليس فقط لا تخص الكفوء فقط، يعني الثقافة العامة في المجتمع العراقي، من يجد فرصة سيهرب إلى خارج العراق. نعم أستاذ محمود المسافر، بالتأكيد وبلا شك أن هناك عوامل مهمة في التنمية والنهوض في أي دولة. يعني الدول الأوروبية على سبيل المثال أو الدول الغنية أو حتى الدول النامية تأخذ في نظر الاعتبار رأس المال البشري، الموارد البشرية، بالإضافة إلى المدخلات المادية. هنا عندما يكون العراق بلدا غنيا يحوي الموارد البشرية وكذلك الموارد المادية والطبيعية الهائلة، هذا الأمر لو لم تتكالب هذه الدول على العراق، سواء كانت دول تريد للعراق أن يضعف أو دول ساكتة عما يجري في العراق أو مجتمع دولي ساكت عما يجري في العراق، كيف سيكون شكل العراق لو تم جعل هذه الموارد أو المدخلات منظومة متكاملة للوصول به إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ والله حقيقة يعني هذا سؤال مؤلم أخي العزيز. أولا يعني من أسوأ الإجابات أن يتحدث يعني مختص أن يقول لو كان كذا لحدث كذا، لكن عندما نتحدث عن التدمير الذي حصل بالاحتلال لكل قطاعات المجتمع والقطاعات الاقتصادية، تضعنا أمام مسؤولية أخلاقية كبيرة أمام هذا الجيل، أن نتحدث له ماذا كانت التجربة
العراقية وماذا كانت تستهدف التجربة العراقية. العراقيين اليوم مع الأسف بعد 20 عاما الكثير منهم تدري الذاكرة الإنسانية تحصرها عوامل كثيرة الحقيقة، منها عوامل داخلية ومنها عوامل خارجية، واليوم العامل الإعلامي قاسي الحقيقة في عدم إيصال الحقيقة إلى هؤلاء، لا يعلمون ماذا كان يستهدف العراق. أخي العزيز، أنا أعطيك تجربة شخصية حتى لا نتحدث بالأمان، أتحدث عن تجربة شخصية. أنا طالب كلية إدارة اقتصاد قسم اقتصاد، اختاروا في عام 1985 أفضل 30 طالب في كلية الاقتصاد في قسم الاقتصاد، وما كنا نعرف ليش، أنا واحد كنت منهم. قالوا هؤلاء وزارة التخطيط خاطبت وزارة التعليم العالي وطلبت أن يكون هناك ناس متخصصون من البكالوريوس في اختصاصات التنمية والتخطيط، من البكالوريوس يعني ليس اختصاص اقتصاد وإنما اقتصاد تنمية والتخطيط. أنا من الناس الذي رفضت ذلك لأنه كنت أستهدف أن أقرأ في الفكر الاقتصادي كثيرا، لكن يقابلني عميد كلية الله يذكره بالخير وإن شاء الله يطول بعمره، الناصر، أصبح وكيل وزارة التعليم. على العموم يبعث علي عميد الكلية ويقول سنمنحك فرصة بعد ذلك لتكملة الماجستير والدكتوراه وستكون موظفا أول ما تتخرج في وزارة التخطيط، لأن الدولة بحاجة إلى ناس مخططين يأخذون التخطيط منذ نعومة أظفارهم في العلم. وذهبت وتخرجنا نحن الثلاثين، لا يعني لم يبقى واحدا منا إلا واليوم علم من أعلام الدوائر في العراق. هؤلاء الحقيقة هكذا كانت تعمل الوزارات بالتعاون مع التعليم العالي. التعليم العالي كان منجما بشريا مهما للعراق، لذلك لا يمكن لأي وزارة أن تخطط بمعزل عن التعليم العالي. لذلك ترى في التعليم العالي هناك وجبات يقللون فيها التخصص الفلاني ويغلقون فيها التخصص الفلاني ويرفعون من قبول التخصص الفلاني حسب حاجة الدولة. الدولة فيها وزارة تخطيط تخطط فيها إحصاءات سكانية، تعلم الدولة كم عدد الذين أعمارهم من 6 إلى 17 وهي عمر الابتدائية والإعدادية، وتعلم التشريب، وتعلم كم هو عدد من هو عمره أكثر من 18 سنة وليس في الجامعة، فتهيئ له الكليات المهنية، التعليم المهني. أين التعليم المهني الهائل الذي بنته الدولة منذ نهاية 1970 نهاية السبعينات إلى يوم الاحتلال؟ عدد هائل، مئات من المدارس والإعداديات والكليات المهنية في العراق كانت منتشرة في كل مكان تخرج المهنيين، لذلك تقضي فيها على البطالة. العراق كان ذاهب بقوة الحقيقة لولا حرب ال8 سنوات إلى أن يخرج من بوتقة العالم الثالث. ليس أمنيات، من كانت أمنيات؟ هكذا كان يتحدث الغرب. هل تعلم أخي العزيز عندما كانت هناك في عام بعد عام 1991 وبداية لجان التفتيش، عندما كانوا يبحثون عن العلماء، طلبوا العلماء النوويين في العراق تحت واقع التأثير، قدم بعض الأسماء من العلماء الذين هم على اتصال مباشر مع الطاقة النووية الدولية ومع اللجان، قالوا لا نريد كل العلماء من كل الاختصاصات. قالوا، يقول لهم المرحوم طارق عزيز، هؤلاء ليسوا علماء نوويين، ماذا تريد أنت من عالم في اللغة العربية وعالم في اللغة الإنجليزية وعالم في الاقتصاد وعالم في الاجتماع؟ هؤلاء كانوا يستهدفون منذ البداية، وجاء كل هذا التدمير وكل هذا المخطط على هوى مع الأسف جيران يكرهون لنا أن نكون دولة قوية، وجيران مع الأسف يكرهون لمجتمعاتنا أن تتقدم وتتطور حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. نعم، سأعود لك أستاذ محمود. أيضا يعني منظمة اليونسكو تقول العراق ضمن 7 بلدان عربية يهاجر منها كل عام 10,000 من المتخصصين من المهندسين والأطباء والعلماء والخبراء. يا ترى هل سيظل العراق بلدا طاردا للكفاءات بإرادة دولية وإرادة إقليمية بغية إضعافه؟ فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نكمل الحوار، كونوا معنا.
إذن بالعودة إليك أستاذ مجاهد الطائي، يتحدث السياسيون بكل في العراق، البعض يقول بأنهم يتحدثون بدون علمية، والبعض يقول يتحدثون لأنهم يريدون أن يبرروا لما يجري في العراق من فشل أو من فساد أو من خراب أو من تدمير للبنى التحتية. تحدث الأستاذ محمود المسافر عن أن البنى التحتية البشرية والمادية استهدفت منذ ما قبل الاحتلال، وبعد الاحتلال تم القضاء عليها تماما. في هذه الحالة أستاذ مجاهد، عندما يتحدث السياسيون عن أنه في السابق لم يكن هناك مولات في العراق، في حين الآن هناك مولات، هناك مطاعم، هناك محلات، هل هذه هي التنمية الاقتصادية بغض النظر عن موضوع المعامل، المصانع، التنمية؟ عندما الشاب العراقي يريد أن يحصل على عمل لا يجد له سوى طريق التطوع في ميليشيات تقتل العراقيين وتقتل حتى غير العراقيين، يتم التعامل بها والتلاعب بها في الخارج بحسب إرادات إقليمية ودولية. العامل الاقتصادي كيف تصفه، أو الواقع أو المشهد الاقتصادي في العراق كيف تصفه بعد استهداف الدينار العراقي، بعد استهداف الاقتصاد العراقي بالكامل عن طريق تهريب الأموال، تهريب العملة الصعبة، الاستحواذ على الأموال بحجج أنها غرقت؟ نعم. كيف تنظر إلى الواقع وكيف تستشرف الواقع الاقتصادي؟ طبعا هناك يعني معادلة تسمى بمعادلة القوة، كتبها دكتور أحمد داود أوغلو في كتابه العمق الاستراتيجي. إحدى هذه المعطيات هذه القوة ما يسمى ب يعني معادلة القوة، هي هناك معطيات ثابتة ومعطيات متغيرة. الثروة البشرية ومن العوامل من المعطيات المتغيرة، لكن الثروات الطبيعية من النفط والغاز والأنهر، كل هذه من الثروات أو من المعطيات الثابتة للقوة. بالنهاية جميع هذه المعطيات لو استثمرت بشكل جيد تؤدي إلى قوة الدولة، قوة الدولة والمجتمع. لكن استهداف هذه النخب بما يسمى، كان هناك ثلاث حلول. الحل الأول الذي تحدثوا عنه فيما مضى ما يسمى بالحل الألماني، وهو استيعاب هذه الكفاءات والطاقات من أجل خدمة هذه الدول، وتحديدا هنا العلماء النوويين العراقيين. هنا الحل الآخر هو ما يسمى بالحل السلفادوري، وهو الاغتيالات. وكان هناك جرى هذا في العراق، يعني الحل بعضهم اتبعوا ما هو الحل الأول وبعضهم الحل الثاني. الحل الثالث هو المزاوجة ما بين الحل الأول والثاني، يتم عرض عليه مجموعة مغريات لكي يغادر العراق ويخدم دولة أخرى أو مشروع آخر، أو يكون الحل أمامه بالحل السلفادوري. لذلك العلماء والكفاءات العراقية واجهت يعني ضغوط كبيرة بعد الاحتلال، ووجدت نفسها أمام ضغوط هائلة دفعتها للهجرة إلى خارج العراق، أو يعني التخفي، وكأنهم أصحاب يعني جرائم أو تطلبهم الدولة بسبب هذا الظرف الصعب الذي كانوا يعيشوه. هذا طبعا جميعه انعكس على المجتمع، عندما يغيب قادة المجتمع في جميع القطاعات، تجد اليوم وزير التعليم العالي هو قيادي في إحدى الميليشيات، وزير العمل والشؤون الاجتماعية قيادي لإحدى الميليشيات، وزارة الهجرة والمهجرين شقيقة زعيم إحدى الميليشيات. هل هؤلاء كفاءات علمية وأكاديمية ونخب في المجتمع ليخدموا الدولة العراقية؟ بالتأكيد لا. لذلك غياب هذه الطبقة من النخب في جميع المجالات فسحت المجال لهؤلاء. وهناك طبعا السبب الأساسي في توظيف يعني هؤلاء من أصحاب الشهادات المزورة أو الجامعات غير المعترف بها. يعني من المضحك أن يكون وزير التعليم العالي خريج جامعة وزارته نفسها لا تعترف بشهادته. لذلك هناك يعني نوع من التجهيل والتسخيف لهذه الوزارات وهذه الدوائر. هناك أيضا نوع من يعني التغطية على الفشل والتغطية على المحاصصة بما يسمى بوزارات تكنقراط.
هؤلاء الوزراء يعني وزراء قد يكونون خبراء في مجالاتهم وخبراء في وزاراتهم، يتم وضعهم في الواجهة وخلفهم وفي الظل تجري صفقات الفساد، وبالتالي جميع الفشل والفساد يوضع ويتهم فيه هذا الوزير التكنوقراط. لذلك هناك نوع من التحايل، وهو وزير المالية عندما استقال الأسبق علي علاوي قال كلمة مهمة بأن هذا الفساد جشع وجاهل. هنا نقطة مهمة بموضوع الجشع والجهل، يعني يريد أن يسيطر ويهيمن على جميع موارد الدولة ولا يكترث للمجتمع ولا حاجاته، ولا يريد أن يخدمه، مجرد أنه يخدم حزبه، يخدم اللوبي الذي دفعه إلى الواجهة، وبالتالي البلد في انحدار مستمر بجميع القطاعات. وهذا واضح. دكتور محمود المسافر، عندما يكون الدارس في خارج العراق يائسا من الواقع في العراق وهو ينظر إلى المستقبل بسواد رهيب، هنا يلجأ إلى الدولة المضيفة التي يدرس فيها ويقدم اللجوء، سواء كان اللجوء إنساني سياسي إلى آخره، هذا الأمر كيف سيترك عواقبه على البلد المنكوب اقتصاديا، المتدهور علميا، المتدهور في البنى التحتية البشرية؟ نعم، يعني طبعا هذا احنا شفناه بالخارج، يعني كوننا نعمل في جامعات بالخارج شفنا انه مع الأسف الطالب عندما يأتي للخارج من أول يوم هو قراره بعدم العودة. يعني وطبعا ما تقدر تعاتب هذا الطالب ولا نقدر نتكلم وياه نقول له هذا البلد صرف عليك وبعثك لبعثه ويصرف عليك وحرم آخرين منها وأعطاك إياها، ما نستطيع أن نتحدث بهذه الطريقة ونحن نعرف، كلنا يعرف الظروف في الداخل، وكأنك تدفعه للموت وبالتالي يعني مثل ما يقول العراقيين خطيئة تصير برقبتي. لذلك الموضوع صعب على الطالب، وهكذا أقول أن هناك دائما احنا نسميها بالاقتصاد pulling factors، يعني العناصر الجاذبة والpushing factors العناصر الدافعة. لا يوجد عناصر دافعة في كل دول العالم مثل اللي موجود في العراق اليوم، لا توجد عناصر دافعة بهذا العمق وبهذا التجذر في العراق اليوم. والعناصر تبقى العناصر الجاذبة من الخارج تبقى طبعا هي متواجدة موجودة في أحلك الظروف، يعني لذلك تشوف في بلدان مثل بريطانيا، أنت يعني حدث هناك شيء في الكوفيد 19، يعني في فترة الجائحة عفوا، شيء غريب أنه عدد مهم من الأطباء العراقيين المنتشرين في كل العالم استدعتهم بريطانيا ليكونوا أطباء بعد أن يعني استقرت عندها الحاجة إلى وجود أطباء عامين من الطب العام. فلذلك حتى من ماليزيا ذهب عدد من الأطباء العراقيين، أنت شوف هذه يعني مو ذهب أطباء ماليزيين من ماليزيا، ذهب أطباء عراقيين إلى بريطانيا للعمل في بريطانيا. هذا اللي راح هناك بعد أن يرى الحياة، بعد أن يرى توفر كل الفرصة له ليعمل بشكل صحيح، ليخدم بشكل صحيح، ليبحث بشكل صحيح، ما يفكر الحقيقة بالعودة إلى بيئة طاردة. أول ما يدخل بالمطار يتذكر أنه قراره كان خطأ في العودة إلى العراق. لذلك أنت شوف، يعني أنا بس يعني تكمل لما قال جميلنا بالاستوديو الأستاذ مجاهد، المشكلة الحقيقية يعني الناس اليوم، كل الناس يتحدث عن وجود الميليشيات الآن في الوزارات. هم طبعا موجودين في كل وزارات منذ اليوم الأول، لكن هم كانوا بالواجهة، هم استخفوا بالناس، اليوم أصبحوا بالواجهة. يعني أنت لذلك في لقاء سابق أظن مع قناتكم الكريمة قلت إنه القضية في العراق هي قضية قانونية دستورية أخلاقية، اتركوا كل القطاعات وتمسكوا بقضية دستورية وأخلاقية ما يحدث في العراق اليوم. لذلك ارجع إلى كل من جاءوا بهم من الكفاءات، حيدر العبادي حاول يجيب كفاءات، الآخر الكاظمي ما أعرف منه رادوا يجيبوا كفاءات، انظر إلى الكفاءات التي جاءت، لا تنظر إلى الميليشياويين، إلى الكفاءات. حسين الشهرستاني هل نختلف في أنه كفاءة؟
لماذا كان أكبر أصبح أكبر الفاسدين؟ عبد الرزاق العيسى رئيس جامعة الكوفة يصبح وزير التعليم العالي، فتخرب في عهده التعليم العالي. ذياب العجيلي ماذا فعل للتعليم العالي عندما كان 4 سنوات؟ أفضل لاعب طوبة عراقي عدنان درجال، ماذا فعل لوزارة الرياضة والشباب؟ يعني أصبحت هذه الوزارات مضحكة. كاظم الحمامي ماذا فعل لوزارة المواصلات؟ أصبحوا مضحكة الحقيقة، لأن الميليشيات هي اللي تسيرهم. أنا من وجهة نظري إذا تسألني، أنا أستطيع أن أقول لك وللأخوة المشاهدين جميعا، الأفضل أن يتصدى لها الميليشياوي، الأفضل حتى لا يتقنعون بقناع أحد. هؤلاء هم، نقول لهم هؤلاء هم حكومتكم. الآن انظروا يا عراقيين، هذه الحكومة التي تريد أن تقودكم إلى ما تعتقدون أن يكون الأفضل، ليواجهوا الشارع بشكل صحيح. هؤلاء كل ما الحقيقة يواجهون مشكلة يأتون ببعض الرموز العلمية، ما تبقى من الرموز العلمية، ليتصدوا للعراقيين. هذا الموضوع لم يعد ممكنا الآن، ولذلك تشوف المالكي جاب وزير اللي شايل له الطاسة وهو يسوي هذه عملية البناء، جابوا وزير اسمه عبد الأمير اللي هو يقول له عبد الأمير أنت في تسجيل رسمي، يقول له عبد الأمير احنا جبناك بالغلط لهذا المكان، يقصد في مجلس الوزراء، احنا كنا نقصد عبد الأمير آخر، جاءوا به وزيرا اليوم. هذه عبود الذي هو الحقيقة ميليشياوي من الدرجة الأولى ولا تعلم من أين تخرج، ومن سخريات القدر أن يتحدث إليه العبقري العلامة عمار الراوي، نبيل عمار الراوي، فيقول له عندما كنت أنت طالبا فاشلا في الكلية كنت أنا رئيسا لجامعة الكوفة، وانظر اليوم أنت وزيرا للتعليم العالي وتحت إيدك كل هؤلاء العلماء من العراقيين، وأنا أحد المشردين من العلماء العراقيين في الخارج. نعم سيد محمود، إنه فعلا أمر مؤسف جدا جدا الواقع الذي وصل إليه العراق الآن. أستاذ مجاهد، عندما يشعر الشاب العراقي أنه مستهدف في حقوقه الوطنية، مستهدف في حقوقه كإنسان، عندما يخرج مطالبا بحقوقه في ساحات التظاهر بشكل سلمي، يواجه بالرصاص الحي، يواجه بالقتل، يواجه بالمعتقلات، بالتغييب، يواجه بالإعاقة، أليس من حقه أن يهرب من العراق في ظل وجود حاكم متمثل بالميليشيات تصدر له وجوها معينة كمصطفى الكاظمي وإلى آخره، أو بما ذكرهم الدكتور محمود المسافر، لتقنعه بأن حكومته حكومة كفاءات، في حين أنه يجب أن يرضخ للأمر الواقع؟ لا كهرباء، لا خدمات، لا وطن يحفظ حقوقه يحفظ كرامته، الميليشيات متسيدة، المال العام منهوب، أليس من حق الطالب العراقي أن يحظى بفرصة ويهرب من هذا البلد؟ يعني بالتأكيد، يعني الجو العام، الجو التعليمي، الجو الاجتماعي، جميع المؤشرات أمامه لا تساعده بالتفكير بالبقاء وصناعة مستقبل يتناسب مع الطموح. لذلك هناك الكثير من الشباب يفكر بالمغادرة وعدم العودة. يعني للأسف هذا التفكير تعيشه مثلا، يعني مثلا شباب غزة يفكرون بمغادرة غزة وعدم العودة، لكن هذا الأمر نجده مشابه في العراق، والعراق بلد عربي كان قبلة لدول إقليمية عربية. يعني أنا قابلت كثير من الشباب في بلدان عربية كان الحلم أن يذهب ويدرس في العراق في العقود الماضية، اليوم أصبحت المعادلة معاكسة تماما. العراقي يفكر بالهرب من العراق والهجرة إلى خارجه والدراسة وإيجاد فرصة عمل أو أي مصدر للعيش والبقاء خارج العراق، لأن البيئة غير مناسبة، لا تستطيع أن تؤمن المستقبل، لا تستطيع أن تؤمن الطموح. لذلك هذه الطبقة السياسية تقوم بشكل ممنهج بتدمير العراق لبنة لبنة. يعني هذه الطبقة السياسية التي توالي إيران وتفكر بمصالح إيران، هذه تقوم، يعني هم، حتى أحد السياسيين تحدث بذلك علنا وقال نحن، أسمى أنفسهم بأسماء، قال مقاولي تفليش،
يعني يقصد مقاولي الهدم. إيه بغداد مبنية بتمر. مقاولي الهدم هؤلاء أصبحوا في موضع يجب أن يقوموا بالبناء. يعني لن يستطيع أن يفعل ذلك، هو سيستمر بالهدم. لذلك جميع الجامعات، جميع المستشفيات الرصينة والبنايات الشاهقة جميعها مبنية في عهد ما قبل 2003. هذه الطبقة السياسية لم تبني شيء، لم تحقق شيء للشباب. الطبقة السياسية أستاذ مجاهد، يعني أليسوا عراقيين؟ لماذا لا يملكون الحس الوطني؟ لماذا لا يملك غالبيتهم يعني الغيرة؟ يعني في الحقيقة هناك أعتقد الدافع الديني، الدافع الديني هو الذي يجبرهم على ذلك. هناك جماعات سياسية مهيمنة على العملية السياسية، هذه الجماعات السياسية مرتبطة بشكل أو بآخر بمفتي، هذا المفتي يسمح لهم بالسرقة، يسمح لهم بنهب المال العام بحجة أن هذا المال مال سائب مشاع، صح؟ يعني ليس مال تابع لأحد، وأخذه أمر طبيعي. هنا هدم لفكرة المؤسسة، يعني تهديم فكري، يعني يريدون أن يقولون أن هذا البيت ما به يصلح للسرقة لا يصلح للبناء. أكيد، يعني هناك نوع من شرعنة الفساد، شرعنة السرقة، شرعنة يعني وضع يعني الفساد في سياق، وكأن الأمر أداة سياسية مشروعة، يعني أداة دستورية وليست سياق يخالف وينتهك القانون ويحاسب عليه القانون والدستور. لذلك هذه المعطيات جميعها تقود إلى أن الدولة العراقية تتراجع إلى مرحلة ما قبل الدولة. يعني الدكتور تفضل وقال بأن التهديد الأمريكي جاء يريد أن يعيد العراق إلى ما قبل الصناعة. هنا يعني هو عاده إلى ما قبل الزراعة الآن. الوضع العراقي يعيش حالة لما قبل الدولة، يعني حتى النظام الديمقراطي، يعني لو ذهبنا إلى البلدان الديمقراطية ووجدنا الناخب الغربي عندما ينتخب حزب معين ينتخبه على أساس الحزب أو النقابة أو البرنامج الذي يقدمه لخدمة المجتمع. في العراق السياق ينتخبه لأنه ابن العشيرة الفلانية، ينتخبه لأنه يعني المفتي الفلاني قال انتخبوه. هذه القصد أن هذه المعطيات، معطى العشيرة، المعطى الديني، المعطى الاجتماعي، هذا المعطى معطى ما قبل الدولة. يعني الانتماء والانتخاب لا يصلح في النظم الديمقراطية. النظم الديمقراطية تتحدث عن مشروع، عن برنامج تقدمه للمجتمع، وبالتالي يسعى هذا الناخب لخدمة لانتخاب هؤلاء. إذن اللاجئون العراقيون سواء كانوا طلاب، سواء كانوا كفاءات، سواء كانوا من مختلف فئات المجتمع العراقي، عمليات الهجرة مستمرة إلى خارج العراق لأنهم يائسون من واقع العراق الذي تتسيده الميليشيات وليس لهم في هذا البلد أمل. إذن مشاهدينا الكرام نتساءل عن الحلول، ولكن بعد فاصل قصير، كونوا معنا. دكتور محمود المسافر، لو أردنا أن نعرف ما الحل؟ نعم، يعني لا يوجد هناك صعوبة على مجتمع يريد أن يغير، على مجتمع ينتفض ويريد أن يشتث الفقر والفساد والجهل والأمية والتبعية للخارج، لا يوجد صعوبة نهائيا، وقد بدأوها أبناء تشرين الأبطال، أبناء يعني ثورة تشرين البطلة، وينبغي أن يستمر هذا. حل من داخل الدولة لا يوجد على الأطلاق، مثل ما قلت لك إذا يأتون بأي كفاءة يكبلوه بالاتفاقيات المحاصصاتية والاتفاقيات الضمنية التابعة للخارج. وأنا يعني في ضوء ذلك أذكر شيء بسيط،
يعني مثل بسيط، أحد الإخوان شخصية معروفة طلب منه الكاظمي أن يكون وزيرا للرياضة والشباب قبل ما يعرض على ذلك على عدنان درجال، وتحدث معي وقلت له أخي العزيز لا تكون شاهد زور في هذه المرحلة، لأنه لا عدنان ولا غير عدنان يستطيعون أن يحققوا شيء في دولة يحكمها الميليشيات. فلذلك الثورة هي ثورة على الميليشيات، وليس ثورة من أجل فقط إصلاح نظام التعليم العالي. الإصلاح يعمل به المصلحون، لا تعمل به الميليشيات. وكما قال ضيفنا العزيز أستاذ مجاهد أن هذا السياسي الأغبر الذي ذكر قال نحن عمال مقاولو تفليش، لا يمكن لمقاول تفليش أن يطلب منا الإصلاح، ولن يصحو ضميره، لأن حتى لو صح ضميره لا تسمح له المافيات والميليشيات بصحوة الضمير. لذلك على العراقيين أولا أن يفكروا في تغيير النظام بالأكمل، لأنه أقول لك وبمنتهى الصراحة، أنا أستطيع الآن أن أسرد لك بوصفي تعليمي وتربوي ماذا ينبغي أن تفعل السلطات حتى تنهض بالواقع التعليمي، لكن هؤلاء لا يستأهلون النصيحة ولن يقبلوا النصيحة منا الحقيقة. لذلك أنا أقول أن الحل الوحيد هي في ثورة حقيقية على هؤلاء، تغير المنهج السياسي، تغير النظام السياسي. الديمقراطية ينبغي أن تبنى على أسس صحيحة، لا تبنى على العمالة ولا تبنى على المحاصصاتية أو القبلية أو المناطقية وغير ذلك. وعلى هذا أقول أنه لا يوجد إصلاح لا للنظام التعليمي ولا للأنظمة الصحية ولا كل شيء بغير تغيير الدستور وتغيير النظام العامل الآن في العراق الذي تقوده الميليشيات بالنيابة عن إيران. شكرا جزيلا دكتور محمود المسافر، الأكاديمي والباحث السياسي، ضيفي عبر سكايب، ونشكرك شكرا جزيلا أيضا ضيفي في الاستوديو الأستاذ مجاهد الطاي، الكاتب والباحث السياسي. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.